صافي. وهذا الخليط ريك هو اللي ليهت تمي الدهن به يوميا يوميا يوميا. وداوموا على هذه الوصفه الطفيلات اللي تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم طفيلات، شحالكم ياك؟ لباسك بخير؟ ان شاء الله تعود اموركم بخير ولا خير. مرحبا بكم معايا على فيديو جديد. لعتي اول مره تشوفي قناتي ما تنسيتش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد. ومرحبا بالمتابعات القدام ومتابعات الوفيات للقناة، مرحبا وسهلا بكم. ان شاء الله تعودوا بخير ولا خير. بالنسبة لفيديو اليوم اللي يعود يخص تبييض المناطق الحساسة، كيف مثلا الركب والإبطين والركب وذاك الاحتكاك اللي يعود بين الكوام فقط. هذه الوصفة اللي تعود تخص هذه المناطق بالضبط، وان شاء الله الطفيلات تبعوها من الاول الى الاخير وتجربوا الوصفة، تجربوها فعلا بنفس الطريقة اللي قلت لكم وتردوا عليا، لانها وصفة فعالة جدا تبارك الله. هذه الوصفة مذالي معتمدة صارني تقريبا فتطرحت في القناة، ولكن لكثرة السؤال لكثرة الاسئلة على نفس الموضوع اخترت نعدلو على فيديو ثاني. فهمتوني؟ دائما يجيني هذا السؤال في الانستغرام ونقول لهم نفس الوصفة، فقررت عني كاع نديرو على فيديو باش يتم في القناة واللي بغاتو تجبروا ان شاء الله. فما تنساو ديروا لايك ونخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله طفيلات، شحالكم ياك؟ لباسك بخير؟ ان شاء الله تعود اموركم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا على فيديو جديد. بالنسبة ان شاء الله لفيديو اليوم اللي يعود يخص المناطق الحساسة ولا المناطق اللي فيها كحولية، كيف المرافق والركب وذا الشيء. طفيلات انا هذا السؤال دائما يتكرر عليا في الانستغرام ودائما نجاوب عليه، يعني جهد مثلا طفيلات بعض الجهات تقريبا الطفيلات يسولوا لها عن شيء يبيض المرافق ولا الركب، وكامل لازم نقول لهم نفس الوصفه. شن هي ذي الوصفه اللي نقولها لكم دريك؟ اولا خاصك ديري تقشير. انا نتكلم دريك لا عن الركب والمرافق، المناطق الحساسه يعني اللي من بين القوايم وهذا الشيء ماني متكلمه عنها دريك. حاليا نكمل لكم هاي الوصفه الاولى اللي هي تقبضي البيكربونات ياك ونص حامضه. شتم؟ انا عيني البيكربونات دارتهم في التفصيل ووصفوا اللي ديروا في هاي نص حامضه في البيكربونات كيفاك بلاتي كيفاك. وصحي ولي تتمو ديرو تقشير على المناطق اللي باغين نتوما تبيضو، كيف المرافق كيف الركب كيف من بين القوايم، حتى هما ديرو لهم هذا التقشير من بين القوايم فقط، ما هي المنطقة الحميمية. راني ركزوا معايا الطفيلات، هاك المنطقة الحميمية رانا ما نديرو لها لا وصفات لا والو، انا نتكلم على ذاك الاحتكاك اللي ولد لك الكحوليه هو اللي نتكلم عنه. مال المنطقه الحميميه ما عندها اي وصفات، وبعدكم الوصفات ويكذب عليكم الكذاب يقول لكم عن هيك بلاصه تبيض، خليكم تخمري. المهم اللي تمي ديري قماج بحال هكا البيكربونات والحامض الطفيلات ما يخلي ديك الكحوليه في المرافق، ما يخليها لا. جربوها راكم يترحموني عليها الا غلط الله. وصافي ومنين تمي ديري قلت لكم تقشر حتى هذا المرافق اللي حتى الكعب اللي هون راهو يبيضهم ما يخليهم شرط، تم يعدلي قماش بحال هاك ليديك كيف شفتو بهاي الطريقه. صاي حاولي تقوميهم مزيان، ومنين اللي تغسلي ايديك، انا نغسل ايدي ونرجع معكم. منين تغسلوا ايديكم من هذاك القماج اللي تنشفوا مزيان، ومنين اللي تنشفوش اللي تعدلوا اللي تقبضوا هذا الكريم ديال الاطفال، هذا اسمو بيبي لوكس. هذا راني لا جبتو نصور لكم به بيا، ما عندي كينت، الا عندكم كينت يكون اخير. وحتى هذا هو اللي راهو ينفع، وبيبي سيت هو اللي تنفع. لنقبل هذا الكريم اللي نديرو منه شوي نعاد لكم كيفاش نقبل منه شوي كيفك كيفك، واللي نديرو عليه زيت الورد. الطفيلات زيت الورد حاولوا تخلطوا في شي بواطه عندكم وتم دهنوا بها. انا لا بي باغا لا نصور لكم داك الشيء علاش درتو لا فوق ايديهم صافي. وهذا الخليط ريك هو اللي ليه تم الدهن به يوميا يوميا يوميا،
وداوموا على هذه الوصفه الطفيلات اللي تعجبكم ان شاء الله. وكان هذا هو فيديو اليوم الطفيلات، ان شاء الله عاد يعجبكم واستفدتوا منه. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتردوا عليا، لانها فعلا وصفه مجربه مليون في المية ونتائجها مضمونه، خاصكم لا تلتزموا عليها وتتبعوها ان شاء الله. فاكتبوا لي في التعليق شنو هما الوصفات اللي باغين تشوفوا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ديروا اشتركوا في القناه، فانا هاي المده ان شاء الله راني نتم نطرح فيديوهات يوميه الى رضا الله، الى جبر تفاعلكم وشفت اللايكات، شفتكم ديروا لايكات باش نعرف عند اللي نعدل كامل اللي زين عندكم. فديروا لايك واشتركوا في القناه وجوني المواقع التواصل فيسبوك سناب شات انستغرام. بالمناسبه راني عدت نوفر ماسكات جاهزه اللي باغيتهم تتواصل معايا في انستغرام، فملي تجبر رقم تليفوني وتجيني الواتساب راني